أسباب سياسية يعني. بدك تطلع على الوضع الحالي يعني، يمكن احنا في الأردن الحمد لله في شوية استقرار، بس طلع حوالينا يعني اللي قاعد بصير هسه بغزة يعني هو في حدا له نفسي ينبسط؟ طبعا مش بس غزة، جرى عليها كثير يعني، بدك تاخذ السودان سوريا من قبلها و و و أسباب اقتصادية طبعا ما بتنكرهاش، الغلاء اللي في البلد اللي قاعد بصير يعني، سواء كان لمتزوج ولا عزابي. وفي شغلة كمان هي الأجيال اختلفت يعني، بدك تطلع على جيل زمان كانت هاي دائما النكت زي ما انت بتحكي والمزحات موجودة، الجيل هسه اللي اجى جديد توجهاته بتختلف كثير يعني، يمكن هي شغلة التكنولوجيا اللي تطورت، اهتماماتهم في شغلات كثير تغيرت يعني، من جيل لجيل قاعد بتغير كل إشي. فبتقدر تعزيها لأسباب سياسية اقتصادية اجتماعية، وزي ما تفضل كمان الأخ يعني نذكرش إنه إحنا شعب نكد شوي بنحب النكد يعني، عرفت يعني النكد موجود يعني، أمرات هسه إذا بتمشي إذا بتلاقي شباب قاعدين بيضحكوا صار يقول لك الله يكفينا شر هالضحكة يعني، حتى الضحكة مستكترينها على حالنا، عرفت؟ فيعني هاي هي.